عندنا وليدات اللي كيتعاطوا جميع انواع المخدرات من ضمنها اخطر مخدر ديال البوفا. كاين وليدات اللي تعالجوا الحمد لله والامراض النفسيه والامراض الاكتئاب والادمان هو اللي كان اكثر. يعني بالنسبه لكم ما الذي تحقق بعد 19 سنه على اطلاق المبادره الوطنيه للتنميه البشريه؟ الحمد لله تحقق شفاء الوليدات، تحقق بان الازدهار ديال الجمعيه غادي مزيان بالنسبه للعمالات عين السبع الحي محمدي والسيد العامل وسيدنا الله ينصرو اللي يدير هذه المبادره الحمد لله. يعني بالمساعده عندنا اطباء ديال الادمان واطباء ديال الامراض النفسيه، وكاين ادويه اللي مجانيه والعلاج اللي هو مجاني. انا بصفتي انا بالجمعيه كندير العلاج بالفن الحمد لله، انا متطوع مجاني وغادا الحمد لله. يعني وليدات اللي كانوا غادي يمشيو انتحار او كانوا غيمشيو بالجريمه الحمد لله ما كاينش، يعني كاين تحسن. يعني بالنسبه لكم كيفاش كيكون هذا العلاج بالفن؟ هذا العلاج كيجي في الاول، كيجي المدمن كيجي يتيم كيجي بلي بزاف، اما كتلقى اما نوع ديال المخدر الشراء او المخدر ديال الاقراص واخطر الادمان هو اللي شفنا ديال الشراء، كيجي يتيم كيجي على وشك الانتحار او الموت، او كيجي بانه خص يمشي للسرقه بالعنف او غادي يمشي للجرائم الكثيره. ملي كيجي كتكون عنده رغبه كيجي للجمعيه، كيلقانا حنا القلب الحنون، كنعطوه عاطفه، كنعطوه حب اهتمام، كندخلو عند البسيكولوج هو الاول كيتكلم معاه كيتوصل معاه كيعطيه واحد الطمأنينه كيعطيه امل في الحياه. كيجي في نفس الوقت عند الاكتيكتولوج اللي هو ديال الادمان، حتى هو كيعطيه ادويه، تيعرف النوع ديال الادويه اللي متخصصه ليه. كيجي عندي هذا عبد الربي هو اللي كندير معاه الورشه الفنيه، كنتعامل معاه بانه ماشي مريض، كنتعامل به اخ صديق ابن. كتكون عندنا الحمد لله بالموسيقى، وكيكون هنا واحد تقريبا كما كتشاهدوا هنايا كاينه ورشه فنيه اللي كبيره هنا، من ضمنها الورشه التزيينيه بالطين، بالطين كيرسموا سيغ لاطوال، كيرسموا في لوحات، كنت كتعرفهم بالاثارات ديال المغرب، كتعرفهم بزاف الحوايج، كتعرفهم بالصناعه التقليديه، والحمد لله كاين يعني كاينه نتيجه حسنه. لا تنسوا الاشتراك في قناه الايام 24 وتفعيل خاصيه الجرس ليصلكم كل جديد.